السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأداة دي سهلة جدا، كل عليك إن أنت بترفع أي سكتش أنت عايزه هو يبدأ يحوله لك لصورة حقيقية. أي حاجة أنت مرسوم عندك بالإيد كده، ممكن تكون راسم مثلا حاجة بالشكل دوت، تمام؟ ده الرسم اللي أنت رسمه. أول ما ترفع الصورة هو يبدأ يعمل لها الريندر أو الإظهار بتاعها ويحول لك السكتش دوت لرسمة حقيقية. ده حد مثلا رسم كلب بالشكل دوت، ارسم الستايل، ارفع له الصورة يجيب لك صورة حقيقية. فموقع ظريف تقدر تبين المهارات بتاعتك في رسم حاجات جميلة.